اللي صار انه على الساعه 7:45 الجيش حاول يمسك الباب وحده يمام حاولنا انه نفتح ما قبلش ضل يفتح الباب تغلف قعد 10 دقائق ويفتح بالباب وما قدر يفوت فات جوا زتكم بالاول ما فات جوا وعادي يعني هو فات لكينا بالوجه على اساس يعني هياتنا بالوجه شو بدك تعمل اعمال ضلوا طالع فوق عن سبت يعطيك ابن اخوه نور بسيوني وملكه هوش لقيوا اخوه خليل طبعا ضربوه ضرب لا يعلم فيه الا الله بدون سبب هيك يعني ضرب يعني لزمش نوصفه وتم اعتقال خليل ونور كان ما متواجد بالدار واخذوا خليل وظلوا منسحبين وزي ما انتم شايفين نسفوا الباب والباب اللي فوقاني برضه نسفوه يعني فيش لا ما قدرناش نحكي معهم هاي المفروض الباب هاي الباب اللي فوق كمان صح؟ فقعوا اللي فوق